يحملوا الجبهات ويترتبوا باتجاه ابين الشقراء ويحاولون المقاطعه على هنا الكارثه. نحن ضغط اليابان وهم يسلمون السلاح للحوثي ويسلمون المدن المعسكرات ويتجهون باتجاه عاصمتنا ابين. يعني نحن نفكر في كيف ان نحررهم وهم يفكرون في كيف احتلالنا. المساله لم يعد لدينا من فرق سوى ان نحمي شعبنا من هذا الظلم، من هذا الضيق، من هذا الضياع، ومن هذا هذه المعاناه التي تصبحنا نحن في شهر رمضان، الناس بدون معاشات ورواتب واموالنا بالمليارات تذهب الى جيوب الفاسدين. نحن اليوم في ثاني رمضان والكهرباء مقطوعه.